من الانشغالات التي يطرحها مواطن بلدية فقارات الزواء النائية على بعد 45 كيلومتر من عين صالح غياب سوق استهلاكي لمواطني البلدية، وسلطات البلدية تضع في أولوياتها التنموية بناء سوق مغطاة. بخصوص السوق البلدي الجواري المغطى، طبعا احنا كنا وحثينا المقاول من أجل التسريع في عملية الإنجاز باش يكون واجد في شهر رمضان، على الأقل المواطنين تاع البلدية يستفادوا من هذا المرفق ويقتنوا اللوازم تاعهم المتعلق بهذا الشهر المبارك الكريم إن شاء الله من هذا السوق. وكان تعهد المقاول أنه يكون في الموعد، وهذا إن شاء الله بالمتابعة والمرافقة على المصالح التقنية للبلدية. كما لا يخفى على الجميع أنه الباعة تاع بلدية فكر زوار يبيعوا السلع تاعهم على الأرصفة. الشباب البطال الراغب في ممارسة التجارة ينتظر بفارغ الصبر أن تنجز المحلات المرافقة للسوق المغطاة لتحقيق حلمه. أنا غير مستغل محل طريقة كراء باش نعرض منتجات، لازمني محل تجاري. هضرنا مع السلطات إن شاء الله ربي يسهل لنا. هي البلدية نتاعنا فيها الفلاحة، فيها عند المنتوج، منتوج الله يبارك، بصح ما عندنا السوق ونبيعوا. عندنا تلقى كل واحد يخرج لك شوية حشيش قدام داره ولا بطاطا ولا كاش حاجة. بلدية فقارة الزوار الرائدة محليا فلاحيا من حيث عديد المزروعات، وسبق أن اختيرت أراضيها لتجارب الاستثمار في القمح ومنتجات أخرى.